السيدات والسادة، مساء الخير. في الأزمات والحروب والكوارث الكبرى يظهر الدور الخطير والمؤثر للإعلام في توجيه الرأي العام. ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 برز تحديداً الدور الهائل للتغطية المصورة والتقارير والتحليلات التلفزيونية للأحداث الدولية. وقد تحمل الرسائل الإعلامية التي توجه عادة للرأي العام عند تغطية الحدث أكثر من وجه، فهي قد تكون موضوعية، محايدة، أمينة، تلتزم بالقواعد المهنية ومواثيق الشرف، أو تكون كما ظهر مؤخرا في معظم تغطيات الإعلام الغربي للعدوان الإسرائيلي على غزة، مضللة، مشوهة للحقائق، تتبنى معلومات كاذبة وتنحاز للمعتدي على حساب الضحية. اليوم في حديثنا من مصر نستضيف أستاذة كبيرة خبيرة في إعلام الأزمات وفي تدريس القواعد المهنية والأخلاقية للتغطيات الإعلامية وقت الحروب والصراعات. نسألها كيف تناول الإعلام الغربي أحداث غزة، وكيف نقل مراسلوها مشاهد الدمار، وكيف برر محللوها جرائم إسرائيل في الأرض المحتلة. حديثنا اليوم عن الجانب الآخر من الصورة الناقصة التي يظهرها الإعلام الغربي لقضايانا، عن الإعلام المهني الموضوعي الصادق في مواجهة إعلام بلا ضمير يعمل دائما في خدمة الظالم ضد المظلوم. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم. معي للحديث عن الإعلام الغربي وكيف تناول العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام وخبيرة إعلام الحروب والأزمات. الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، مشوار أكاديمي وعملي حافل ودور كبير في دعم الدور الاجتماعي للإعلام الوطني. في عام 2019 اختيرت الدكتورة هويدا مصطفى ضمن أهم 50 شخصية نسائية مؤثرة، كما حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية وجائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة. وبين العمل الأكاديمي والاجتماعي ترأست الدكتورة هويدا وحدة الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة في جامعة القاهرة، وأسهمت في تطوير مناهج الدراسات الإعلامية، وأنشأت مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي الذي يعد من أكبر مراكز التدريب الإعلامي في مصر. وللدكتورة هويدا مصطفى العديد من الكتب والدراسات العلمية، منها الإعلام والتنمية المستدامة والإعلام ومواجهة الإرهاب، دليل الممارسة المهنية، والإعلام والأزمات المعاصرة، ودور الإعلام في إدارة الأزمات، والإدارة الإعلامية الدولية لحرب الخليج. دكتور هويدا، اهلا وسهلا بحضرتك معنا. اهلا بك. والحقيقه دي فرصه يعني نعود الى كتاب لك عن اعلام الازمات. نحن في هذه المنطقه الان في ازمه ولها جوانب متعدده. ما هو اعلام الازمات يعني وبما يتميز؟ هو الحقيقه فعلا يعني زي ما حضرتك كده ذكرتي، احنا بنمر بازمات كثيره، وربما طبعا ازمه غزه من الازمات اللي هي لأنها بتخص المنطقة العربية، واللي احنا شاهدنا فيها من يعني أحداث دايما بتثار كلمة على دور الإعلام في الأزمات. دور الإعلام في الأزمات هو دور ليه خصوصية مهمة، إلى الحد إن احنا يعني أصبح هناك يعني أصبح حاليا في مفهوم بنطلق عليه إعلام الأزمات، ده مجازا إن احنا بنقول إعلام الأزمات. ليه بنقول إعلام الأزمات؟ لأنه أصبح دلوقتي يعني تخصص، حتى في كليات اللي هي المتخصصة كليات الإعلام أصبح في يعني مسار بيهتم بكيف يعني في منهج اسمه إعلام الأزمات. في هل بعض في المقررات أستاذ متخصص في هذا؟ يعني ده فعلا بدأ يظهر منذ عدة سنوات، يعني يمكن البداية يعني بدأت فكرة
كيف يكون للإعلام دور في الأزمات عندما مر العالم بأزمات كبرى كان الإعلام ليها دور مؤثر ومهم جدا. أيوة. ربما يمكن من حرب فيتنام يعني هو وتأكد ده بشكل كبير جدا وكان نقطة تحول وانطلاق كبير في حرب الخليج بالتحديد. ليه بقى في الحرب دي بدأ يمكن احنا عشنا بقى خلاص دلوقتي بعد ما مرينا بعدة أزمات وأصبح دور الإعلام موجود في الأزمات والإعلام مهم في أرض الواقع وداخل يعني مناطق الصراع، لكن في أيام حرب الخليج هي اللي بدأ فيها يبرز بشكل كبير جدا دور الإعلام، لدرجة ان احنا كنا بنسميها لو حضرتك يعني تتذكري الحرب الإلكترونية الحرب المباشرة، وظهر فيها دور السي ان ان ما كانتش معروفه. يعني سي ان ان كانت يعني في التغطيه المباشره للحرب بالظبط، لان هي دي اللي كانت وكان ليها المراسل بتاعها اللي هو بيتر ارنات اللي اكتسب يعني شهره عالميه نتيجه ان هو كان متواجد في قلب الاحداث. فمن اول حرب الخليج بدا يتيقن العالم والمؤسسات الاعلاميه اصبحت يبقى ليها دور كبير جدا في الازمات. ليه؟ يعني احنا مثلا لو قارنا في حرب فيتنام يعني عبارة مثلا ما العالم كله عرف بوجود هذه الحرب او بدايتها قالوا استغرقت عدة ساعات، لكن من أول حرب الخليج لما ظهرت لما قامت حرب الخليج كان بالتغطية المباشرة بقينا نشوف على شاشات التلفزيونات بقينا نشوف الحرب بتدار ازاي، المعارك في يعني على أرض الواقع والمراسلين كانوا اللي هو بنسميه مثلا البث المباشر من بالظبط كده، ده ما كانش موجود قبل كده وتطور طبعا دلوقتي. تطور بشكل كبير، بس حضرتك لو رجعنا حاليا دلوقتي اللي بيحصل في غزة هو نفس ما كان بيحدث في النظام اللي تم ابتداعه في حرب الخليج. ليه بنقول بقى الإعلام أصبح يعني ليه أو تخصص كامل اسمه إعلام الأزمات؟ لأن وقت الأزمات أنا كمواطن عادي ما عنديش يعني معلومة مباشرة أو بستقي هنا كل يعني معلوماتي ومعارفي وبكون اتجاهاتي من خلال ما يمد لي إعلام الإعلام بمعلومات وبيانات. طبعا بقى بغض النظر البيانات دي بتتوجه ازاي بيتم تقديمها ازاي للمواطن، ده اللي هو كشفت عنه كتير من الاحداث اللي هي خاصه بالازمات. فلذلك بدانا نقول ان بقى اصبح دلوقتي الاعلام ليه دور مهم جدا. الى الحد ان ايام حرب الخليج وده اللي بيتكرر حاليا دلوقتي في حرب غزه بقينا نتكلم عن ما يعرف بحاجه اسمها كده البول سيستم او حاجه اسمها الامبيدد جورناليزم. امبيدد جورناليزم يعني الاعلام اصبح مكون موجود مع الجيش مع الطرف يعني مشارك في الحرب كانه مشارك في الحرب، بالتالي انه كان في بيتكون مجموعات من المراسلين من الشبكات المختلفه بيتوجهوا بيقيموا اقامه دائمه مع المنطقه اللي فيها المنطقة مثلا عدوان او حرب طبعا بقى ده بيحدث هنا بقى حاجات كتيره بتحصل، ممكن يحصل توجيه معين، طبيعه المعلومات والتغطيه بتكون يعني بيتم توجيههم، يعني في قوات التحالف مثلا ايام حرب الخليج كانت هي اللي بتوجه ايه المناطق اللي يتم زيارتها. طب من يوجه حاليا؟ ايه البيانات؟ نفس السيستم اصبح يعني بيعاد انتاجه مره ثانيه، وده اللي يخلينا بيمر يعني بنتكلم يعني على انا عايز اسال حضرتك كلمة حلوة حضرتك الفرق الكبير ما بين تغطيه الاعلام لحرب الخليج وتغطيه الاعلام حاليا للحرب الدائره في منطقتنا. طبعا يا دكتوره دريه حرب الخليج كانت يعني كلنا عارفين ان كان فيها نوع من التوجيه الشديد جدا للراي العام. وكانت دي الحرب يمكن اللي هي قوات التحالف كانت يعني ده الاسلوب الجديد اللي كان في الوقت ده اسلوب جديد اتبعته ان هي تضع شعار للحروب، لان اولا العقليه الغربيه وبشكل عام لا تقبل التدخل في عسكريا في مناطق اخرى او في دول اخرى زي ما حصل في افغانستان والعراق. ازاي انا يعني انتهج سياسه فيها نوع من الاغاره على دوله تانية؟ صح، ده اللي حصل ايام الحرب دي. وفي نفس الوقت ارفع شعارات تدي ايحاء بان انا حرب عادله، عشان كده كانوا بيسموها الحرب العادله، الحرب ضد الارهاب. ليه؟ لشحن الراي العام العالمي. طب الان
الآن بيحصل الحرب الدائرة الآن. الآن على فكرة هم أيضا يصوروها على أنها حرب عادلة من وجهة نظرهم. بالضبط. أنا هقول لحضرتك الحرب الحالية يمكن حرب غزة فيها منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة والقصف اللي حصل أعاد إنتاج هذه المقولات مرة تانية. إزاي بقى؟ يعني أولا في أكتر من عنصر اتسمت بيها، نتكلم على الإعلام يعني التغطية اللي هي التغطية الإعلامية. أولا كان في إغراق شديد جدا في أحادية، يعني بدأ كنا بنتكلم من أول ما بدأت أحداث غزة كان طرف واحد هو اللي ظاهر في الصورة، وده مع بداية الحرب، وده ضد طبعا فكرة إن إحنا نكون في أطراف. المواطن عايز يعرف معلومات، فالمفروض إن أنا أجيب له الاتجاهات المختلفة أو يعني الحقائق المختلفة. الحاجة التانية، السمة التانية برضو اللي كانت تسمع، إحنا بنتكلم على الإعلام الغربي، إنه ما فيش أي كان تدقيق في المعلومات، يعني زي اللي كانت بتقوله البيانات اللي بتقولها إسرائيل كانت هي دي اللي كانت بإذاعتها. ما كانش في أي مساحة للطرف الفلسطيني إن هو يظهر إلا لما بعد فترة، خصوصا كان في يعني نقطة تحول لما حصل الهجوم والإغارة على المستشفى المعمداني، هي دي كان في نقطة تحول كبيرة. الحاجة التانية كان في تحيز شديد جدا في التغطية، يعني ده كان واضح تماما، وكان بقى حاطين التغطية دي في إطار يعني ما هم بقى دي برضو نوع من الاستراتيجية الإعلامية المنتهجة اللي بيتم يعني انتهاجها علشان أأثر على الرأي العام العالمي والدولي. طب هل استطاعوا أن يؤثروا على الرأي العام الدولي هو العالمي؟ هم حاولوا يعملوا نوع من الإطار. إحنا بنتكلم في مجال الإعلام بنقول إيه، طبعا حضرتك خبيرة في المسألة، لما بحط التغطية الإعلامية في أطر معينة بأثر على الرأي العام اللي بيشاهدني. يعني أول حاجة دايما لو تلاحظي حضرتك الإطار المستخدم هو الإرهاب، إن الأعمال الفلسطينية هي بيعمل إيه بقى؟ بيعمل تداعي عند الجمهور بإيه؟ بداعش، بالمنظمات اللي هي إرهابية. فكان كل الكلام على ما تم يعني من المقاومة من حماس هي دي في إطار الإيه؟ الإطار بتاعنا الإطار الإرهاب. حتى المفردات اللي بيتم استخدامها، يعني لو حضرتك قارنت المفردات كانوا بيتكلموا على قتلة من الإسرائيليين لأنهم ضحايا، بينما ما كانش في كلام على الطرف اللي بيموتوا من المدنيين، وكأن ده يعني موت يعني حضرتك بتقولي إنه حتى المصطلحات يعني ساروا في نفس النهج الأصل. النهج الثاني برضه بالظبط كده، النهج الثاني المهم إن هم بيخرجوا يعني عادة وقت الأزمات لازم بيكون في خلفية تفسيرية للأحداث، كانوا بيخرجوا هذا يعني الهجوم اللي حصل والقصف عن سياقه التاريخي، يعني ما هو في أحداث كتيرة كانت ضد الفلسطينيين ومجازر قبل كده وفي هجوم، ويعني في أحداث كتيرة احنا برضو عاصرناها، فلا هم استثنوا أو خرجوا الحدث ده في ايه؟ في إطار الدفاع عن النفس طبعا، اللي هي ده اللي دايما يعني تم التأكيد على أن هذا الموضوع كان موضوع هجوم لا مبرر له. بالظبط. هو سؤالي طيب، يعني الدول الغربية ونحن نشاهد كم المظاهرات اللي بترفع العلم الفلسطيني واللي استطاعت ان هي يعني تعبر عن توجه مخالف للدوله. بالظبط. كيف جاء هذا؟ يعني انا هقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا، لان فعلا حصل تحول، وانا من وجهه نظري ان لا الطرف الفلسطيني يعني كسب، يعني حقق طبعا ضحايا، احنا عارفين يعني حجم الشهداء، لكن انا يعني من وجهه نظري ان في انتصار كبير جدا للطرف الفلسطيني في المعركه الاعلاميه، وده يعني اول مره نشوف هذا الزخم كبير جدا من المظاهرات التأييد اللي حصلت داخل الدول الغربيه نفسها، وده اللي خلى بعض وسائل الاعلام اللي كانت يعني واخده التحيز الكبير ده لا بدات تفتح مجال شويه للطرف الاخر. يعني احنا شفنا مثلا بعض المؤسسات الإعلامية رجعت كذبت بعض الحاجات اللي هي نشرتها، او اللي هي كانت يعني اللي هو احنا شفنا في لما كانوا الرواية الوحيدة اللي كانت بيتم تداولها
انه تم قطع رؤوس اطفال من الاسرائيليين واغتصاب سيدات تورط الرئيس الامريكي في هذا التصريح ثم تراجعوا عن هذه تراجعوا عن هذه الاخبار الكاذبه كلها. طبعا انه استمرار القصف الغير مبرر والحجم يعني الشهداء من حتى من الاطفال لدرجه ان العدد كبير جدا، يعني في بعض الاحصائيات بتقول ان تقريبا كل ساعه بيموت مش عارفه كام طفل، فيعني ده طبعا خلق نوع من التعاطف الدولي، لان حتى يعني اسرائيل ما كانتش مهتمه هنا بان هي ترفع حتى الشعارات اللي هي خاصه بالقوانين الدوليه وحمايه المدنيين اللي هي المفروض دي موجوده في الثقافه الغربيه. يعني نقل الصوره وهذا البث المباشر من اماكن الاحداث في غزه ساهم في يعني تغيير وجهه الراي العام في كثير من الدول أكيد عما تفعله إسرائيل؟ أكيد طبعاً، ومع استمرار القصف ومع ثم أن إسرائيل لم تستطع أن هي تثبت أي من الروايات اللي هي قالتها، يعني في فعلاً كتير من وأصبح في تعاطف كمان تعاملها مع بعض المؤسسات الغربية الإعلامية في تعاملها مع الصحفيين وخلق الرقابة اللي كانت موجودة، دي كلها ضد المعايير المهنية. احنا شفنا بعض اللي ماتوا من الصحفيين عدد كبير جدا. في بعض المؤسسات الاعلاميه الغربيه تعاملت يعني طردت بعض العاملين فيها بعض الصحفيين لانهم كانوا بيحاولوا يدوا روايه اخرى. فهنا بيبان بقى الفكره القيم الغربيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المفروض تكون يعني موجوده في الاعلام اللي احنا دايما بنقول. احنا كان في بعض المؤسسات بنفتكر ان دي التغطيه المتوازنه، التغطيه اللي هي لا، وقت ما بيكون في مصالح سياسيه معينه بيتم يعني توجيه الاعلام. طبعا يعني احنا عندنا في الاعلام بعض يعني الدراسات بتقول أو كانت بتتكلم على كيف نصنع الموافقة العامة أو اللي هو إيه، إزاي تأثير بقى في الرأي العام العالمي، يحدث حالة يعني قبول لما يحدث قبول. يعني لدرجة ممكن نعمل فعل فيه إغارة وفي نفس الوقت تتقبليه يعني بشكل عام، يعني زي ما حضرتك قلتي من شوية زي المستشفى يعني بالزبط. تم إسقاطها في غزة وقالوا إن الغزاويين هم اللي قاموا بيها يعني، وهذا غير وفعلاً مش غير منطقي يعني. صح حضرتك فكرتيني، دي حاجة مهمة جدا، إن قالوا إن في الصاروخ قصف المستشفى إن ده صاروخ من حماس وتم تكذيب ذلك. بي بي سي نفسها أو بعض المؤسسات رجعت كذبت ده، أو صحيفة لوموند، لانه طلع ده كلام غير صحيح، وان تحت المستشفيات في انفاق وفي انفاق، وده لم يقدروش ان هم يثبتوا اي من هذه الروايات. فطبعا مع استمرار العمليات دي بدا يبقى في راي عام بقى مخالف للروايه الواحده اللي كان الاعلام الغربي بيرددها. طب انا بسال حضرتك كاستاذه اعلام، يعني تقييمك ايه للتغطيه الاعلاميه وعمل الاعلام العربي على سبيل التحديد في هذه الحرب؟ هو طبعا احنا يعني الاعلام العربي بشكل عام دايما كان بيفتقر ان هو ازاي يصدر الصوره الحقيقيه، خصوصا لما المساله تتعلق بازمات لها علاقه بقضايا عربيه. احنا دايما كنا بنغيب بشكل كبير، فبالتالي وهي ليه اسرائيل والدول الغربيه اكتسبت ده؟ لان هي اللي كانت الصوت الموجود بقوه وبشكل مباشر، واللي يعني رايه هو ده يعني المصدر الى الجمهور العام. احنا يعني قعدنا لفتره طويله مش قادرين ان احنا الاعلام بتاعنا يصل ان هو يعني يقدم صوره حقيقيه، لان المساله مساله تراكميه طبعا اكيد. مش قادر يقدم صوره حقيقيه تخاطب الجمهور الغربي بمنطقه وبلغته مش بس اللغه الاعلاميه كمان، مش لغه اللهجه يعني او اللغه يعني منطوقه، لكن ازاي ان انا اكلمه بشكل فيه يعني احنا احيانا في الاعلام العربي بننفعل اكتر، يعني بيكون عندنا انفعالات
بيكون عواطفنا يعني طاغية بتغلب أكتر على التغطية المهنية اللي هي عايزة حقائق وأدلة وأسانيد، وده المفروض بيكون موجود وقت طبعا الأزمات. حقيقي فعلا بتبقى في الأحداث سخنة جدا، لكن لازم بيبقى في وقفة للتفسير للتحليل. يعني مثلا في حرب الخليج كانت في تغطية مباشرة، ويمكن التغطية المباشرة كانت بتدي معلومات حقيقية، لكن بتيجي بقى بعد باخد مسافة بقى بعد شوية، وابتدي بقى أجيب المحللين والمفسرين اللي هم يعملوا لي الرؤية اللي أنا عايزة أصدرها، يعني عكس ما هو قائم فعلا. بالظبط. فهنا طبعا الإعلام العربي هذه المرة، يعني تقييم حضرتك له إيه؟ هو هذه المرة أنا شايفة إن هو كان ملتزم للمهنية يمكن أكتر من الإعلام الغربي. طب نفس السؤال عن الإعلام الغربي، هل كان أيضا يتمتع بهذه المهنية؟ لا، ما كانش يتمتع بالمهنية، بالعكس إن كان يعني كتير التغطيات الإعلامية الغربية كانت فيها تحيز كبير، كان فيها رؤية طرف واحد بس اللي كان بيظهر. مع الضغوط الشعبية والمظاهرات اللي بتحصل بدأ يبقى فيه، وده اللي احنا المفروض نستثمره حاليا، لأن دلوقتي أصبح فيه رأي عام دولي أو عالمي أصبح يتعاطف بشكل كبير مع القضية. احنا شفنا كتير حتى من أعضاء مجالس الكونغرس والنواب بدأوا يعني البرلمانات الأوروبية فعلا بقى صوتها بدأت، يعني أنا أعتقد حتى في تصريحات كثيرة لأمين عام الأمم المتحدة. بالضبط. وكان وهو مهاجم الآن من إسرائيل، وكان يعني بيدعو للمساعدات الإنسانية أنها تدخل، وكان يعني مهاجم جدا لسياسة إسرائيل وهجومها الكبير والمتكرر. طيب السؤال، يعني المشاهد هنا يعني هتنتابه الحيرة، يعني صح. اين يذهب يتفرج على ايه، يسمع ايه، يصدق مين، لان المسائل كلها بقت يعني احنا فعلا كنا لفترة طويلة بنفتكر ان الاعلام الغربي ده هو الاعلام اللي بيقدم الموضوعية والحقيقة والمهنية، لكن كتير من الازمات حتى اللي احنا مرينا بيها في كعرب او كمصريين كان شفنا ان في ما كانتش هي دي الصوره الحقيقيه فعلا، لان زي ما بقول لحضرتك لما بتبقى في توجهات ومصالح الناحيه السياسيه بتغلب على المهنيه، وده موجود في كتير من التغطيات الغربيه. الجمهور كمان في نقطه برضو مهمه يا استاذه دريه، دكتوره دريه، موضوع اللي هو المعلومات المضلله او الاخبار اللي هي الكاذبه والزائفه والشائعه دي بتكتر دايما في الازمات، فبالتالي ده برضو افقد الاعلام الغربي بعض المصداقيه، لانه كتير من الاخبار ما كانش مدققه، ما كانش حقيقية، وتراجع هو عنها يعني. وتراجع عنها، فده بيدي يعني المفروض بقى ان احنا نستثمر ده في توعية الجمهور بتاعنا، وان احنا ندي اداء يعني ايجابي من جانب وسائل اعلامنا. واحنا دلوقتي عندنا طاقات، يعني عندنا وسائل اعلامية متعددة، قناة مصر الإخبارية يعني ليها دور مهم جدا، القنوات الإخبارية المصرية يعني انا شايفة ان هي اشتغل بمهنية، ان هي راعت ان يكون في فكره اللي هي الموضوعيه والمعايير اللي هي المهنيه، فدي احنا لازم نستثمر ده ونستثمر الاوضاع اللي هي دلوقتي، لان الاعلام الغربي بقى في وضع اعتقد مش خافي على الجمهور المصري والعربي، ان هو منحاز بشكل كبير جدا نتيجه طبعا لظروف كتيره. طبعا كلنا نعلم ان في يعني جانب ولوبي كبير يعني مسيطر على الإعلام بشكل عام، خصوصا في دول كبيرة زي بريطانيا زي أمريكا. طبعا فلازم نبقى يعني ملكية وسائل الإعلام هناك يعني بتحدد توجهاتها أيضا. طبعا وهناك عندنا هو بس الحاجة اللي يعني المهمة إن المواطن الأمريكي مثلا هو مدرك تماما ان عنده ده اليمين المتطرف ده اللي هو القناه دي تتبع كذا، فهو عنده يعني نوع من الايه ادراك للفروقات، لكن احنا لما بنيجي نتلقى الاعلام الغربي ما عندناش بقى الوعي ده،
فاحنا لازم نكون على وعي انه في يعني زي ما حضرتك قلتي الملكيه ومين اللي ورا المؤسسات دي. ما ناخدش كل الامور ان هي دي الصحيحه وهي دي الموضوعيه، بالعكس ده احنا شفنا كتير من الممارسات الاعلاميه في بعض الصحف والمؤسسات مختلفه تماما او بعيده عن فكره حتى التوازن اللي احنا بنتكلم عليه. ما احنا مش هنقدر نكون محايدين تماما، ولكن في بعض المعايير الاعلاميه اللي الناس لازم تفرق ما بينها. يعني انا ممكن اكون ليا توجهات، لكن ده لا ياتي على الحقيقه. يعني انا مثلا بقول انا في حصل كذا وكذا، لكن ما اجتزئش بقى اللي حصل عشان انا وجهه نظري هي كذا. انا ممكن اصرح ان انا وجهه نظري مع الطرف ده، لكن في حقائق ما ينفعش ان احنا نغيبها او ناخد جزء منها او نتجاهلها. يعني مع تعدد وسائل الاعلام ويعني انواعها واشكالها ووجودها في مركز الحدث، تفتكري حضرتك رد الفعل يعني بعد انتهاء هذه الازمه ماذا ستفعل في المواطن الاوروبي والامريكي؟ لا، انا شايفه انه هو المواطن الاوروبي او يعني اللي احنا يعني حصل في غزه بالتحديد في هذه الحرب بدا يبقى فيه وجهه نظر مش موجوده او يعني ما كانتش موجودة. يعني الدمار اللي بنشوفه الاطفال، ايوه، لان دي قيم يعني الناس اللي تحت، هو طبعا قيم دي انسانيه موجوده عند العالم كله، لكن يمكن في الغرب هذه القيم لها مكانتها كبيره جدا. ولما اسرائيل تجاهلت هذه القيم الانسانيه العليا وتصرفت بوحشيه كبيره وعدم وضع اي اعتبار للمدنيين والناس الابرياء اللي هم يعني كانوا ضحايا هذا القصف الوحشي، فطبعا لا ده اسقط بقى الصوره اللي هي مصدره عنها ان هي دايما بتدافع عن نفسها. لا، هنا دوله مغيره، يعني خصوصا في بعض الروايات كتيره اللي قالوها في البدايه عن الاسرى وعن التنكيل بيهم طلعت كانت غير حقيقيه. طب هل هناك جهه يعني في العالم بتراقب هذا الأداء الإعلامي، وإذا كان به نوع من التضليل يعني ينتج نوع من المحاسبة؟ أكيد في الخارج. أيوة. في الغرب في طبعا في جماعات زي ما بنقول عليها جماعات ضغط، يعني جماعات ليها على فكرة ليها مكانة مهمة جدا، ومن حقها إن هي لو لقت أداء زي هنا مثلا بنسمي زي جمعيه حمايه المشاهدين مثلا، دول عندهم قوه في الدول الغربيه ان هم اذا في مؤسسه اعلاميه مثلا ادائها او كان في نوع من التضليل من الكذب ده بيوصل لدرجه ان هي ممكن ترفع قضايا على هذه المؤسسات. او ليه؟ لانها بتخدع وبتضلل، يعني تتعرض للمحاسبه طبعا. هناك في تنظيم حقيقي، ما فيش وزارات اعلام او كده، لكن في مؤسسات تنظيمية لها قوة كبيرة، المجتمع المدني ليه قوة كبيرة، بيراقب أداء الإعلام، وممكن إن هو يبقى نوع يعني ليه قدر من الضغط على هذه الوسائل. هو الحقيقة يعني تذكرت ده لما يعني حضرتك يعني بمناسبة هذا الإعلام وقت حرب العراق، لما قالوا إن العراق إحنا بنهاجمها عشان عندها أسلحة نووية وستفجر المنطقة إلى آخره، وكانت حجة وهي طبعاً لتدمير هذا البلد. واضح إن هي كانت ده كان مبرر علشان أخلق بقى الشرعية اللي بيتكلموا عليها. يعني أنا شرعية العدوان بالظبط كده، يعني أنا إزاي أخلي العالم يتقبل هذا الأمر؟ لازم، وكان حتى لو حضرتك تفكري برضو المراسلين بيطلعوا لابسين اللي هو لبس لأن بقى حرب كيماوية وكده، وطلع ده كله يعني كذب وغير حقيقي بالمرة. يعني للحوار بقية فاصل قصير، نعود بعده لنواصل الحديث مع الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى حول نظرة الإعلام الغربي لقضايانا وكيف يخاطب إعلامنا الرأي العام في الغرب.
دكتورة هويدة، يعني ماذا ينقصنا حتى نستطيع أن نخاطب العالم الغربي بشكل أفضل؟ يعني قطعا حدث نوع من التطور والتطوير. أيوة. لكن هناك طبعا مؤكد أن هناك أشياء محددة لابد أن نقف عندها ونطورها. زي إيه؟ يعني إحنا مثلا لو اتكلمنا على أزمات بنمر بيها، إحنا كان دايما مشكلتنا إن إحنا لما نمر بأزمة وتتكرر أزمة مشابهة كأننا بنبدأ من أول وجديد، رغم إن إحنا عارفين إنه لازم نتبع خطوات معينة في تغطية هذه القضية، وده بشكل عام في أي قضية اللي بتمسنا، قضايا عربية يعني. لازم إن إحنا يكون عندنا أولا التغطية المباشرة والسريعة والفورية، دي مهمة جدا. واحنا عندنا دلوقتي ادوات اخباريه تغطيه مهمة. حضرتك قلتي حاجه مهمه، تغطيه مباشره وسريعه. وسريعه يعني المفروض ان احنا يعني يكون لنا الكلمه في البدايه، او نحاول ان احنا ما نتراجعش او ما نبقاش دايما يعني بنبدا بعد ما بيبدا الاخرين، يعني على اعتبار ان هذه الحادثه الكبرى في منطقتنا فاحنا لازم نعبر عنها واحنا لازم نبرزها، وزي ما بنشوف يعني الأطراف الأخرى بتظهر بصورة إن هي المعتادة عليها، لا إحنا لازم نصدر الصورة بتاعتنا ونسرع في ده. وطبعا مع الالتزام طبعا أكيد بالحقائق ومع وجودنا في بشكل مباشر. والحقيقة فعلا في الأزمة دي كان في تغطية متميزة داخل الأراضي الفلسطينية، يعني شفنا في القنوات الإخبارية بتاعتنا، وحتى يعني للأسف فقدنا بعض يعني الإعلاميين والمصورين طبعا. صحيح. ده يعني ده دليل إنه كان في قلب الحدث، يعني في قلب الحدث. صحيح. وده مهم جدا. طريقة طبعا المعالجة مهمة، يعني طريقة إن إحنا زي ما حضرتك كده كنت بتقولي ان احنا نخاطبهم بالاسلوب اللي هو يعني طريقه التفكير. لازم بالادله، لازم يعني بمنطق ان احنا ازاي ندافع، ازاي مثلا الرؤيه ان فكره المقاومه بتعتبر من وجهه النظر الغربيه دي اغاره ودي يعني ارهاب، و لازم ان احنا نصدر يعني ازاي نصدر ان احنا هما بيقولوا ده ارهاب، طب واللي بتعمله اسرائيل وفي قتل المدنيين واللي هما ناس عزل يعني، ومع ده في حد ذاته يقنع يعني. يعني نحتاج إلى لغة مختلفة في التخاطب مع الغرب، لغة منطقية أكتر. يعني طبعا العاطفة مهمة إن احنا بنتأثر لكن لازم نفكر بطريقة تفكير المواطن الغربي اللي هو مش طرف في الموضوع، عشان نقدر إن احنا نصدر له الصورة الصحيحة أو رؤيتنا. ده شيء مهم جدا إن احنا نعرف نخاطبه، هو بيفكر إزاي، ايه الخلفيه اللي عنده، ازاي انا يعني هو دايما عنده خلفيه ان اسرائيل هي معتادة عليها دايما. طيب ازاي انا بقى اصدر له الصوره اللي بتعمله دلوقتي هو مش معتادة يعني عليها، استمرار هذا القصف واستمرار ان هي حتى المساعدات الانسانيه بتقف ان هي بتمنحها، ده في حد ذاته ليه يعني تاثير كبير جدا في الغرب يعني. فاحنا يعني لازم نكون يعني دايما واعيين انه نصدر ان احنا ازاي نقنع الاخرين، وازاي نشوف النقاط اللي هو يعني بيتجاوزها، احنا نقدم الصوره اللي هي الصحيحه، ويكون في نوع من الاستمراريه في المساله. قضيه مثلا قضيتنا اللي هي قضيه الفلسطينيه ما هياش وليدة هذا بس الموقف، لا دي ليها أبعاد كتيرة. إحنا لازم نكون متواجدين دايما في الإعلام الغربي بالقضايا بتاعتنا، إن إحنا نعرف ده فعلا حضرتك بتقولي حاجة مهمة جدا، يعني صحيح فعلا، يعني أن تدافعي عن القضية في الإعلام اللي مصدقها بالظبط. كده ده مهم، لأن أصل طول ما هو الطرف واحد هو اللي موجود دايما في فراغ. يعني نحن في المحيط العربي مش يعني لسنا في حاجة إلى الاقتناع أن هناك
اغتصاب للأرض و يعني تهجير للسكان إلى آخره، لكن طبعا. العالم الغربي الذي هو مع إسرائيل غالبا بالظبط كده، وهو دايما عنده فكرة إن إسرائيل دي دايما على حق ضدها وإن هي اللي على حق. فإحنا لازم بقى نكون بنشتغل ده ونكون بنستهدف في الإعلام الغربي، لأننا يعني دايما تغطيتنا أو يعني تناولنا كأننا بنخاطب بس الرأي العام العربي اللي هو فاهم وعارف ويعني ودي قضيته برضو. فإحنا لا، لازم نتعامل بمنطق مختلف اللي هو يقنع الجمهور اللي هو الغرب. هل الأفلام مثلا الوثائقية والتحقيقات يعني اللي صوت وصورة أيضا يمكن أن تكون لها يعني مردود جيد؟ طبعا طبعا. يعني إحنا لو بنشتغل بقى على نخلق وعي عام ونخلق تواجد على الساحة الدولية، طبعا ما يكفيش فقط التغطية الآنية اللي هي بنقول عليها مباشرة يعني أو هي مرتبطة بظروف وحدث، لا احنا ما دي برضو من ضمن مشاكلنا ان احنا بنهتم بالقضية لما يكون في حدث شديد جدا وبعد كده ينحصر الاهتمام. فاللي حضرتك قلتيه ده مهم جدا، فكرة الوثائقيات بتلعب دور مهم جدا. الدراما اسرائيل اكتسبت المكانة دي من ما صدرته لينا وللعالم العربي من افلام سيطرت على شكل الإنتاج الدرامي والسينمائي وصدرت صورة للمواطن الإسرائيلي يعني مختلفة، هي قصدها وبتخطط ليها بشكل يعني يعتبر شكل طبعا هي نجحت فيه، لأن ما كانش فيه في المقابل صورة أخرى طبعا بنحاول يعني السينما المصرية مثلا والسينما العربية أين بها أفلام عن فلسطين؟ صحيح. يعني مثلا برضو يا دكتورة درية المخطط الإسرائيلي اللي هو موجود من يعني فترات موجود من زمان، يمكن بدأ وجهه بقى السافر يبان دلوقتي وفكرة التهجير والكلام ده، احنا محتاجين الموضوع ده يعني نوعي بيه المواطن عندنا بشكل مختلف. يعني ممكن افلام تتناول هذه القضيه، مش لازم يعني التغطيه اللي هي يعني الاخبار وخلاص، لا ده انا اقدر. وبعدين لازم نستثمر على فكره الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لان انا لاحظت ما ننساش السوشيال ميديا يعني انا لاحظت في شباب اصبحوا مهتمين جدا بالموضوع، يمكن ما كانوش في ذهنهم القضية الفلسطينية دي يعني كانت لفترة طويلة ما كانش في كلام كتير عنها، لكن لما نلاقي ان في شباب دلوقتي وبدا ينزلوا فيديوهات يعني بداوا يشاركوا البلوجرز والناس اللي يعني دول ليهم تأثير دلوقتي مهم، فاحنا لازم نستثمر ده ان احنا نقدم اعمال ونقدم افكار. طب في هذه النقطة حضرتك قلتي الحقيقة برضو مرة شيء جيد، قلتي انه ان احنا نتنبه الى ما يمكن ان يحدثه الذكاء الاصطناعي من تزييف الحقيقه. طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا بتلعب دور خطير جدا، هو طبعا اتاحت لنا فرص ممتازه من المعلومات لكن في نفس الوقت هي برضو ليها يعني دلوقتي في اساليب التزييف، احنا بندرس دلوقتي في الاعلام مش بس التزييف، في تزييف عميق كمان، يعني ازاي ان انا اخلي اتلاعب بمعلومات معينه تكون جزء من الحقيقه واشوهها او اقدمها بصوره تانية خالص، وبيبقى عندي بقى اللي هي الامكانيات اللي هي الخاصه ذكاء اصطناعي فوتوشوب حاجات اللي بغير من الصوره بغير بدي احداث خلفيات ممكن تكون غير حقيقيه بحط حدث مكان حدث واستغل يعني بعض الظروف. فاحنا دلوقتي بقينا في عصر صعب جدا لو ما انتبهناش ان في كتير من اللي على فكره المعلومات اللي بيتم تداولها بتبقى معلومات غير حقيقيه. طب في برامج دلوقتي على بعض القنوات التلفزيونيه في المحيط العربي يعني بتكرس كده نوع من البرامج ل يعني فتح هذه التصرفات، يعني بتعطي صوره وضدها بالظبط. كمان دلوقتي بقى يستخدموا برامج من التكنولوجيا نفسها تقدر تكشف مدى زيف وعدم حقيقه الصوره دي او الخبر.
وعلى فكره في كتير دلوقتي من ظاهره التزييف الاعلامي بقت موجوده في كل العالم. يعني في دلوقتي مؤسسات وقنوات مثلا بتخصص اما برامج او بتعمل كمان هي برامج لكشف التزييف. يعني لما جت لوموند وكشفت اللي هي فكره ما تم ترويجه من انه الفلسطينيين هم اللي قصفوا بعض المواقع وكده من خلال برامج في كشف الكذب يعني. هذا الامر فالتكنولوجيا زي ما هي ازاي بنستخدمها بقى يعني هي عندها امكانيات كتيره وممكن امكانيات ان انا بس اوعي بقى لازم يكون في توعيه بيها لان احنا ساعات كتيره بناخد الاخبار او المعلومات اللي بيتم تداولها ان هي محققه ان هي حقيقيه 100% لا ده في حاجات كتير بتتزيف في اخبار بتبقى مضلله اخد اقول جزء حقيقي والباقي اخده في مسار تاني غير حقيقي فلازم يكون عندنا كمان بقى فكره وده المفروض نشتغل عليه في الاعلام التثقيف الالكتروني يعني الثقافه الالكترونيه ازاي اتعامل مع لان ده اللي بتحدثه التكنولوجيا زي ما حضرتك قلت كده برامج تكشف لنا وده اللي احنا كنا بنسميه التربية الإعلامية أو الثقافة الإلكترونية يعني إزاي أنا أتعامل مش كل حاجة يعني تجيلي أروح على طول أبعتها وأشيرها لا في لازم ناخد وقفة ولازم نعرف إن مش كل حاجة بتكون يعني في حاجات بتبقى غير حقيقية إزاي أتعامل مع الوسائل دي أتعامل إزاي مع أفهم حدود حتى الوسيلة إيه يعني ده في المجال مثلا البرامجي. طيب هل ممكن ايضا نقول انه في الايام القادمه في السنوات القادمه ايضا لابد ان احنا نوظف الدراما على سبيل التحديد للوعي بهذه القضيه؟ طبعا ده الدراما دورها خطير. يعني الدراما اولا بتقدم الفكر والتوعية بشكل غير مباشر وبشكل كمان فيه لأن بنقول عليها صناعة كمان صناعة يعني بيدخل فيها شكل وبيدخل فيها أحداث وبيدخل فيها يعني عناصر فنية كتيرة جدا بتخلي أولا بتقرب الحدث ويمكن ناخد مثال يعني هل إحنا كنا مثلا في فترة من الفترات ندرك إن هيبقى في إقبال كبير قوي على الأعمال الدراما الوطنية اللي إحنا شفناها صحيح. إحنا شفنا دراما وطنية أقبل عليها بالظبط كده والقليل من السينما يعني. وقليل من السينما السينما دورها خطير يعني ومهم جدا إن إحنا خصوصا بقى القضايا اللي عايزة الوعي ده زي القضية الفلسطينية زي القضايا العربية طبعا مهم جدا ان احنا كمان الدراما تكون مشاركة لده لان الدراما هي اللي بتعمل التأثير اللي بنقول عليه التعلم يعني انا بعرف منها حاجات انا مشهد واحد ممكن يغنيني عن كتاب اقرا كتاب بالكامل خصوصا ان احنا دلوقتي عايزين الوعي عند المجتمع ككل بكل فئاته اللي اقدر للوصول لده هو الصوره والدراما والحركه والقصص الانسانيه اللي جايه من الواقع قصص البطولات دي كلها يعني ادوار مهمه جدا للدراما لازم ننتبه ليها لان هي دي اللي بتغرس فينا يعني بتخلي عندنا وعي وبتخلي عندنا معلومات نبني عليها مواقفنا يعني صحيح. طيب المتلقي حاليا يعني اعتقد ان هو في موقف في غايه الصعوبه يعني على مدار اليوم بيستقبل رسائل قد تكون متناقضه اصلا ماذا يفعل وبعدين يعني سؤال هل الثقافه الذي يتميز بها المتلقي او العلم او التعليم او ممكن تحميه من اشياء كثيره أكيد طبعا يعني المتلقي فعلا في مهب الريح زي ما يعني لأن احنا فعلا دلوقتي بقينا في عصر مفتوح جدا يعني من ناحية المعلومات عصر معلوماتي لدرجة ان احنا بنشوف حروب دلوقتي بقت تدار بالمعلومات وبالإلكترونية يعني مش حروب بقى يعني أسلحة وكده نتكلم على حروب جيل رابع وحلو الحروب اللي بتستهدف المواطن فعلا بكم من المعلومات بعضها صحيح بعضها غير صحيح هي القضيه كلها بقى بتحتاج للوعي وعي مجتمعي يعني اولا لازم يكون عندنا برضو وعي حتى داخل الاسره ليه دور
يعني أصل لازم نتكاتف كلنا إن يكون عندنا وعي إن مش كل حاجة ناخدها مسلم بيها، مش كل أخبار، ما يبقاش يعني إحنا كمان دلوقتي بقينا نعيش في مشكلة كبيرة، حكاية إن أصبح المواطن هو إعلامي، دي برضو قضية. يعني أنا ضد مثلا حكاية يقولوا إنه صحافة المواطن، لا، المواطن هيظل مواطن، مش ممكن يمارس مهنة ليها قواعدها وليها معاييرها وليها الناس اللي اتدربت فيها فلازم يعني نفرق. طب يعني ماذا نسمي هذه المشاركة الكبيرة جدا جدا من المواطنين على مدار اليوم في الأحداث وفي التعليق على الأحداث؟ هي تفاعل، وفي نقلها. هي مشاركة وتفاعل، لأنه برضو عايزين نميزه إنه المواطن لما مثلا ما اقدرش نعتمد عليه ان هو يكون مصدر معلومات. ليه؟ لان هو اساسا رؤيته اختياريه، يعني هو بيشوف الحاجه من زاويه معينه، وقد تكون دي بياخد اللي هي تاكد وجهه نظره او تاكد رايه او فيها حاجه يعني مثيره فبالتالي ركز عليها. احنا بقى بناخد اللي بيقولوه ده او اللي بيتم تداوله ونعتبره ان هو ده الخبر الحقيقي. لا، الخبر ليه ابعاد تانية كتيرة، ومش ممكن ما يتم تداوله على مواقع التواصل هو ده اللي ممكن اخده من مؤسسة او من قناة هي دي مهمتها وليها معايير وليها تقاليد وليها معايير مهنية كمان. بعض القنوات التلفزيونية بتعتمد على المواطنين في ارسال مواد وهي بتذاعها او بتنشرها، صح، ويعني هو مش اعلام مواطن لكن هو مثلا في مكان نائي في افريقيا، في مكان بعيد في الهند الى اخره، فبتعتمد على المواطنين في نقل الصوره. اي بتعتمد عليهم لظروف معينه، لكن في النهايه بتتعاملي مع هذا الامر في اطاره بقى المهني. ما هو يعني انا ما اقدرش، ما هو دي المشكلة اللي احنا كنا بنقع فيها دايما مع الإعلام الغربي مثلا. هو ليه بيطلع ساعات تقارير وحقوق الإنسان والكلام ده؟ ليه؟ لأن هم بينطقوا، يعني مش بياخدوا من مصادر مختلفة، يعني بينطقوا مين اللي يعني يعملوا معاه الحوارات ومين اللي هو بالتحديد بيبقى ليه رأي معين ويعتبروا ان ده هو ده الحقيقة. قد يكون مواطن عادي ما عندوش الصورة كاملة، فلذلك كتير من التقارير بتبقى مش حقيقية، يعني بتقول الأشياء ما بتبقاش حقيقية، لأن نبحث دايما عن المصدر. هو المصدر ممكن يكون مش مصدر مؤهل، ولو تلاحظي حضرتك دايما مصادرهم مواطنين عاديين، يعني مش حد عنده المعلومة الحقيقية. أو فهي دي خطورة بس استخدام إن أنا أعتبر انه المواطن هو ده. وفعلا يعني بنلاقي كتير من للاسف بعض البرامج تبني اجندتها على اللي هو موجود على المواقع، تقول النهارده ده حدث، في حدث مهم خطير وكده، هو ده اللي نركز عليه، وممكن يكون ده ملوش، يعني ممكن يكون مش حقيقي او ممكن يكون في نوع كبير من المبالغه. ما هو الناس ساعات بتقبل على الاشياء اللي فيها مبالغات لان ده طبيعه انسانيه، هي دي اللي بتثير الاهتمام، الحاجه اللي فيها اثاره ومبالغه، لكن ده مش اعلام في النهايه، لانه الاعلام برضو ده مهنه، يعني مهنه لازم تكون ليها حدود وليها قواعد، ويعني زي اي مهنه في العالم. يعني حضرتك دايما بتاكدي على شيء خاص بهذا الموضوع، انه يعني فكره الوعي. تمام. يعني ان الوعي هام جدا في استقبال مثلا المواطن لهذه الاخبار. بالظبط. وفي مناقشتها بينه وبين نفسه، وفي يعني الموافقه عليها او رفضها. صح. طب كيف ياتي الوعي؟ الوعي ده هي دي قضيه بس لا غنى عنها، ان احنا لازم نشتغل عليها، يعني نشتغل عليها يعني باستمراريه وبجديه حقيقيه، يعني لان هي فعلا عن طريق المؤسسات كلها بصراحه. الاعلام، التعليم رقم واحد، المؤسسات الثقافيه. حتى احنا لما بنقول كلمه التربيه الاعلاميه دي على فكره مش بتدرس، يعني مش المفروض تدرس في الجامعات، لا دي بتدرس في المدارس، ويعني دي موجودة في الغرب، يعني احنا اقتبسناها منهم، هم بادئينها من المدارس. يعني الطفل بتنمي عنده الوعي يتعامل ازاي مع الوسائل اللي حواليه
ومع الإعلام اللي حواليه ويفهم حدوده إيه، وإيه الوسيلة دي المفروض يعني إيه حدودها، ويعني إزاي يتعامل معها. علشان لما يعني الوعي ما احنا بنبنيه بقى بمراحل. طبعا المؤسسات التربويه ليها دور مهم جدا، المؤسسات الاعلاميه طبعا ليها دور، لان هي دي اللي بتخاطب المواطن بشكل عام، اللي هو يعني كل الفئات بقى التعليميه والفئات الفئات المختلفه من الجمهور. فلازم نشتغل على المساله دي، ويبقى عندنا يعني برامج بتشتغل على ده، يعني ازاي اجيب لهم نماذج واشرح ونعمل يعني مثلا التغطيه في اعلام غزه الغربي. انا لو البرامج اشتغلت على ده هيبقى المواطن يبتدي يفهم انه لا، مش كل حاجه عشان دي قناه مش عارفه ايه الدوليه قالت كده يبقى هو ده الصح 100%. لا، فيعني يعني بنشوف الحاجات دي، وبرضه نوريهم ازاي ممكن التلاعب ببعض الاخبار، التلاعب ببعض الصور، يعني بقى في نوع من التثقيف، لان المشكله كلها بتيجي من الوسائل اللي هي بنقول عليها تواصل اجتماعي والوسائل الالكترونيه. واحنا للاسف دلوقتي خلاص عايشين في عصر الاعلام الرقمي، يعني بقى مهم جدا، لكن لازم اعرف اتعامل معاه ازاي. فدي يعني نعود فعلا مثلا مره اخرى زي ما حضرتك بتقولي وبتاكدي انه فكره الوعي. الوعي طبعا وعي من كل الاشكال بقى نقدمه، بما فيها الدراما اللي حضرتك قلتي عليها، بما فيها الوثائقيات، البرامج، الاتصال المباشر مع الشباب ومع الجمهور. ده بقى مهمه الجامعات واللي هي الوسائل المؤسسات التعليمية مهمة جدا، والمؤسسات اللي بتخاطب الشباب، وزارة الثقافة طبعا ودورها المهم جدا في نشر الوعي، كل دي الأمور مهمة جدا علشان أقدر أشكل يعني جيل عنده، أو يعني مجتمع عنده وعي، مش كل حاجة يصدقها، إن حتى يبقى عنده رغبة في المعرفة، يعني أو هو يكمل الصورة، يعني ما ياخدش الصورة من جانب واحد يعني. طب دكتورة هويدة، يعني حضرتك بقى كأستاذة في الإعلام، الإعلام في هذه الفترة الأخيرة وفي مواجهة ما يدور في الأراضي الفلسطينية وما يدور في إسرائيل قام بدور كبير جدا جدا جدا. هل حقق هذا الوعي على مستوى العالم؟ أنا على فكرة رغم كل المشاكل اللي حصلت في أزمة غزة، لكن أنا شايفة إن إحنا خرجنا منها بانتصار برضو، يعني ولو على المستوى الإعلامي على فكرة، لأنه لأول مرة دوليا فعلا أصبحت في يعني مواجهة ورفض لسياسات غربية والسياسات، يعني كل الدول طبعا الغربيه اخذت موقف اسرائيل، لكن الشارع بقى والمواطن، الشعوب الدول الغربيه أيوة. موجوده في الشارع في مظاهرات بالظبط كده، والتناقض وهذا جديد على فكرة. ده جديد، وانا يعني شعر كده ان هم نفسهم الدول فوجئت بهذا الامر، يعني السياسيين يعني اللي هو النظم السياسيه يعني. وبالتالي اعتقد دلوقتي امريكا اصبح تصريحاتها مختلفه شويه، لان ما ننساش انه الدول دي بتعمل حساب كبير جدا، لكن احيانا بتغلب ضغط الشعب، يعني قد يكون هناك راي شعبي موجود في الشارع، هناك فعلا حقيقه ظهرت، لكن بتغلب المصالح بالنسبة للدول في النهاية. أكيد طبعا في النهاية في مصالح طبعا هي اللي بتحكم العملية السياسية، لكن برضو في يعني في أهمية للدور المواطن، لأن ما هو السياسة برضو مش هتقدر تكمل مصالحها إلا برأي عام مساند برضو في النهاية، لكن الضغط ده برضو ليه تأثير كبير، علشان دي نظم عايزه تبرز انها نظم ديمقراطيه وانها بتهتم بقضايا الراي العام. اعتقد ان يعني ممكن في الفتره يعني اللي احنا فيها، واحنا بدانا نشوف يعني، انا فاكره كان في مش عارفه عضوه في البرلمان او وزيره تقريبا قالت تصريحات كانت معاديه، تم في بريطانيا اعتقد، يعني بدأت الضغوط الشعبية دي لا ليها دور مؤثر جدا،
لان كمان الكم اللي طلعت بيه يعني من المظاهرات دي في قلب بريطانيا والولايات المتحده وفي دول حتى كانت دول مش واخده موقف سياسي معين زي في حتى في موجود في سويسرا وفي دول كتيره يعني غربيه لا بدات يعني لم تكن متنبهه للقضيه الفلسطينيه ما كانتش متنبهه فحصل هذا الفلسطيني الوعي بها الان طبعا فانا اعتقد ده هيغير من المسار الى حد ما طبعا هتظل المصالح طبعا ليها تاثيرها لكن بقى قد ندخل في مسار تاني في مفاوضات في يعني اعتقد الضغوط الشعبيه لا ليها تاثير وليها دور كبير دكتورة هويدا مصطفى نشكر حضرتك أنا اللي أشكر حضرتك جدا شكرا دكتورة في الختام أشكر ضيفتي الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.